وما فيش اي حاجه تتعمل في اللعبه دي ولا ايه؟ يا بولتكس، ايه يا حبيبي؟ بقول لك في حدث جديد ولاعيبه حمراء بيقولوا وبتاع. ايه مين؟ يعني شويه رودريجو كده على مش عارف هانسن وبيلينجهام ومبابي وبتاع. لا يبقى نشوف الموضوع. طب اه فبسم الله الرحمن الرحيم، زي ما شايفين يا جماعه حاليا في مبابي وصلاح وهانسن، ده محمد صلاح موجود في الحدث انا لسه واخد بالي. المهم احنا هنفتح باكات النهارده وهنعمل قلق في التشكيله، فانت واحد الله صلى على النبي سبسكرايب عشان نوصل ل 600,000 وبس كده. ده غير التيم اوف ذا ويك اللي نزل في اللعبه فالفيردي. التيم اوف ذا ويك مش جامد قوي بصراحه، في الاخ رودريجو في الاس بي سيز، ده غالبا احتمال نعمله في فيديو النهارده. ودي تشكيلتنا حاليا، هنبص عليها قبل وبعد تفتيح الباكات عشان نشوف لو فيها تطورات او لا. فاول باكتين معانا هم رير ميجا باك وبرايم جولد بلايرز باك، طبعا هنخلصهم ونقوم ايه نفتح احنا بقى من الستور عادي جدا. نبتدي بالتقيل، بسم الله الرحمن الرحيم. رير ميجا باك، هل سيحدث اي شيء؟ للاسف مش من الحدث، ولكن ايطالي سي دي ام ارسنال جورجينيو. ها ماشي، رير ميجا باك جورجينيو برايم جولد بلايرز باك، ما يعني طالما الرير ميجا ما طلعناش حاجه غريبه دي مش تبعنا قوي. مهاجم غالبا الواد ده ريتنج، اه لا خلاص كده هو كان السنه اللي فاتت ريتنج. طيب دلوقتي احنا عندنا باكات هنفتحها بفيفا بوينتس عادي جدا. عندنا هنا في باكات مخصوصه للحدث اللي هي بريميوم تريل بليزرز باك، وفي دي اللي هي تريل بليزرز اسينشال باك اللي هي نص دي. يعني ايه ده؟ لا ثانيه يا جماعه، دي بتدي 31 لاعب رير، اما دي بتدي 32 ودي نص سعر دي، ده حاجه غريبه بالنسبه لي. هنفتح كله يعني. قبل بس ما نبتدي، انا كنت شفت لبس لسه نازل في اللعبه، معلش يا جماعه انتوا عارفين ان الواحد مهووس بالحاجات دي، في لبس لسه نازل. بص الجمال، العب العب ب 45,000 كوين يا جماعه، هو مش رخيص اطلاقا يعني. في ده احسن شويه تقريبا، او مش احسن قوي يعني، بس هو كويس شويه. واخيرا وليس اخيرا واكتر واحد عاجبني بتاع السكيلتون ده اللي هو هيكل عظمي كده وب 300 فيفا بوينتس اساسا. هنشتري ده يا جماعه، ده عاجبني اكتر شويه بصراحه، فدخلته مقبوله حلوه. ايوه ليونيل ميسي الجميل بتاع. اوكي دلوقتي خلينا نفتح اقوى باكه موجوده في السوق حاليا ب 2000 فيفا بوينتس، اللي هي اقوى واحده في الحدث. للاسف ما طلعناش حد من الحدث، ولكن علم فرنسا سي ام باريس. مديحه بس دبل ووك اوت، مديحه كمان واحده. ماشي يا جماعه، شيزني، شيزني ده ب 9000. ايه ده ايه ده ايه ده؟ يبقى حلوه دي تلعب دي، طالما ب 20,000 كده يبقى تلعب. جميل، الاخت دي برده ب 11,000، قول 10,000. تمام، دلوقتي عندنا بيكيتين هيطلعوا لنا لاعبين اعاره من الحدث. فبسم الله الرحمن الرحيم، هل من امبابي؟ تمام، هناخد البني ادم ده. بالنسبه للعيب الثاني دي لورينزو، ماشي يا جماعه حلو حلو. تاني باكه معانا واخر باكه من بتوع الحدث ذات نفسهم، ان كيس حد اتلغى. للاسف برضه لعيب جولد، برضه لعيب جولد. ويا يا جماعه هتجيبوا لنا ديلاني ولا ده مين ده؟ حمدي، حمدي ال 84، لعيب اعاره امبابي. تمام، طب جامبو رير بلايرز باك، يعني مش يمكن، يعني مش يمكن 2000 فيفا بوينتس، هل في يعني امل ولا برضه برازيل اس تي؟ يا رب يا جدعان، تسع مره يطلع لي خيسوس في اللعبه دي، خلاص رينا يا ابني. معاه مين؟ معاه شويه بني ادمين ما اعرفهمش يا جماعه. معانا 3000، يعني نفتح دي ب 1000 دي. يا جدعان ادوني اي حاجه من الحدث، ادوني لعيب 80 ريت بس من الحدث، عايز اقول طلع لي حد من الحدث، جت كل قرف بقى. لو دبل ووك اوت ولا مش دبل ووك اوت؟ دبل ووك اوت صح ولا ايه؟ رياض محرز، ماشي ماشي تمام، حلو الحوار ده يا جماعه. وتريدبل كمان بكام رياض محرز؟ 11,000، 9,000، ماشي. باقي معانا 2000 بوينت، يا اما نفتح واحده من الجامبو رير، يا اما نفتح اتنين من الرير رير بلاير. قصدي كل ده عشان انا اشتريت اللبس، كان ممكن نشتري باكه كمان يعني، بس حصل خير. بصوا يا جماعه هفتح واحده وخلاص من الغاليه. واحده من ال، شكرا. برتغال، لا برناردو سيلفا، برناردو سيلفا. طب ادونا دبل ووك اوت. طيب ايوه دبل ووك اوت ولا مش دبل ووك اوت؟ بالله عليك قول لي ان في حد هيجي يقول لك اوعى يا نجم. هي ووك اوت واحده يا جماعه، يا الله. جالنا ستونز، جالنا في حد. طب دوبليكيت عدل يعني، برناردو سيلفا هو اللي دوبليكيت. بس هو في امل اخير ان احنا نقدر نفتح باكه واحده من ام 600؟ مش متوقعين منها حاجه، هنفتحها خلاص بالظبط. هل طب من ووك اوت؟ مودريتش، مش مودريتش. بروزوفيتش يا جماعه، جالنا بروزوفيتش. هو كام ريتنج؟ هو ما جاش. يلا كلكم على الزباله على طول. اخيرا خلصت رودريجو يا جماعه بتاع الحدث الجديد، ورسميا رودريجو ينضم الى تشكيله البولتكساوي بال87 ريت، وللاسف مش 5 ستار سكيلز. خلينا نشوف الدخله بتاعه الحدث اللي كان نفسنا نشوفها في الباكات، ولكن للاسف
ما شفناش اللون البينك لا، ولكن دخلت الحدث حلوه بصراحه. طاقات البني ادم ده مش قوي، ولكن هو رودريجو فهنجرب. فدي تشكيله هنلعب بيها النهارده، بصراحه تشكيله جامده حتى الان، في ميسي ورودريجو وراشفورد وبيلينغهام وديونج، والدنيا حلوه شويه. الدفاع بتاعنا محتاج تطور شديد ولكن الى حد ما مقبول. يلا بينا على الفوتشن. تشكيله البني ادم الاول الذي معنا يا نجم ده رودريجو. ماشي، اول كره واول لمسه للرودريج، هل سيفعل شيء؟ عدى، عمل اسيست تنين بصراحه، يعني اسيست رهيب بشكل مش طبيعي. بص يا ابني اللبس الجديد يا ابني، ركز لي على اللبس الجديد اللي ما احنا مش دافعين ولا ايه؟ بس 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 الحمد لله. روح على رودريجو حبيبي عشان بس دفعت فيك نص مليون، الله يكرمك. ايوه 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 فاهم، يعني فاهم، قول لهم كده ان انت جليتش كده فاهم، انا دفعت نص مليون، حسسني ان في يعني بني ادم بيجيب جوال. خد ياه، بس هي كلها بقى بولتكس، كلها تمسك لاعب يعني تقوم واخداه واخده بيه الدفاع كله، مش كلها بولتكس يعني. ثانيه واحده كده، ايه رايك في بولتك؟ طبعا ده فوت شامبيون، اوكي، فالمفروض ان البني ادمين ما تكونش سهله يعني. فمش عارف هل هو التكتيك حلو، هل الفرقه جميله، هل الواد ده بيشوط اوتسايدات حلو؟ لا اوتسايده ما جاش بصراحه. الرودريج الرودريج الرودريج، خلاص يا عم انت رايح فين؟ استنى استنى ثانيه واحده. ايوه ايوه، بص هو بيلعب تمام يا جماعه. واحد اتنين رودريجو. اوه ثانيه يا كابتن، ثانيه يا حبيبي، هو انت يا ابني عبيط يا ابني ولا ماله؟ خد 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 خد، لا يا ابن اللعيبه، اخر هجمه بيكوز ام يا ابن اللعيبه على الفينش. لا يحتفل ده، بس معلش يا جماعه لو نلاحظ فنشها زي ما تقول كده برونالدو تشوب او برابونا مش عارف. بص 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 عمل هيك كده يعني، ده قبل ما الواد يطلع. التشكيله اللي بعدها تشكيله صعبه جدا، من الواضح ان هو هينسحب يا اما هيجيب الوين، يعني هنشوف اذا كان هو نزيه ولا شخص محترم يعني. هنشوف اهو، ده الاحترام ده ولا مين؟ هو الاحترام، هو الاحترام يعني. النماذج دي يعني الواحد بيحبها بشكل مش طبيعي يا جماعه بصراحه يعني. يا ريت نبقى كلنا الفنان دياز جافيجيليز حمدي اللي جاب الوين، يا ريت كلنا نبقى هذا الشخص الجميل. اوبا، بصوا يا جماعه الملعب بتاعنا ده الملعب الجديد، والله لسه مظبطه حالا قبل يعني اهو دلوقتي اهو. ايه رايكم في المنظر الخلاب؟ دوس لايك بقى عزيزي المشاهد عشان تقريبا هنطحن، وتشكيلته يعني حلوه شويه. وجود تيرشتيجن مش عاجبني، بس الملعب بتاعنا جامد قوي يعني، جامد قوي بقى يعني بصراحه. اتفرج عزيزي المشاهد على الجمال والفن والفنون والديزايننج. ده ذوق انا ده من غير اي مساعدات خارجيه. الواد هيجيب الوين، الواد هيجيب الوين، ايه ده؟ هيجيب الوين ولا هيطلعها بره؟ خليك محترم لو سمحت، لو سمحت. ده انت امور بقى اهو. ايه ده؟ اتحسب فاول. يا نهار اسوح على الغباء، بالله عليك اصبر اصبر. الونايه يا جدعان، الواد محترم يا جدعان، ايه النازل حلوه دي؟ بس بص بص بص، بفوز وانا سايب الدراع. بص اتفرج اهي، يا لهوي، يعني الواحد وصل لمرحله احتراف وانا سايب الدراع اللي جبنا جول، يا لهوي. شوت اوت للفنان لاكوي دي تيليير حمدي اللي جاب الوين، اللي هو تاني واحد بقى مش الحمدي الاول. بسم الله الرحمن الرحيم، التشكيله التي بعدها دي بروين الفلاش باك. ان حلوه التشكيله دي، في ايدر ميليتاو، وانا عارف ميليتاو بكام. ايه ده يعني؟ رايح فين طيب انت يعني؟ لو عندك وجهه معينه تقدر تقول لي احاول اساعدك. حلوه يا ابن اللعيبه يا ميسي، يا ابن اللعيبه ميسي، يا ابن اللعيبه يا ميسي، الاول عن طريق اللي سمعنا يا حبيبي، سمعني بس. كنت انت بتحاول تدربل انت من شويه كده، خدت بالي، وعامل لنا فيها بولتكس الدربل لنا. تكلمنا في هذا الموضوع كثيرا، ومحدش عايز يقطن، مش اي حد يمسك الدراع ويجري هتيجي معايا يا نجم. خلاص هو ده ميسي. ليو 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 ليو، حرام قديمة يا نجم، قديمة دي، قديمة قوي يعني. وبصراحة يعني انت دخلت بقى بتحاول تدربل اللي بيدربل، فاهم؟ عارف انا كل الخبايا الدربلوية يعني، مش ما تحاولش معايا يا نجم. القليل من الاستحواذ بقى، ولا هجمات مرتدة ولا ايه؟ القليل من الاخطاء الدفاعيه يعني ما يضرش برضو، فاهم انت برضو ايه؟ بص لا شكرا، سلام بقى، انا سلام، هات الفاول. بقول لك يا كابتن ما توقع كده الحارس. بص انا هشوط، هي على الضيقه قوي بصراحه، بص انا هشوط ده ميسي ويمكن
حطها في العرضه يا ابن اللعيبه. ميسي لسه في صحه في اللعبه دي يا جماعه. بالغيم لليونيل ليو. حلوه قوي حلوه قوي. روح يا ابني. هوبا حط حط. دي كده هجمه يعني اللي هي حلوه فاهم. هجمه انت تقول انا مبسوط ان ايه ان الفريق متفاهم بهذا الشكل الجميل. هوبا هوبا. ماشي ماشي. خد ثانية واحدة. خد. الله يا رودريجو. اعملوا رودريجو يا جماعة. يستاهل طبعا نص مليون يعني. ده كفاية الفينش بتاعه. لا يا رب. روح ماشي بالعرض. كمان واحدة بالعرض. هي. عادي طب كل ده كانت فقرة تدريبية. احنا دلوقتي تريننج. مفيش فاولات في التريننج. فلت منين بقى ده؟ مش عارفين. هي فاضل 4 دقايق يا جماعة. تفتكر عايزين مشاهد في امل ريمونتادا ولا هنخسر الى هذه الاشكال؟ لا خسرنا جماعة 3-2. هو اداء يعني مقبول شوية ولكن في رودريجو كان ضيع كده فرصة كانت يعني اوبن نت او اللي هو يعني لمسة هتبقى جول خلاص هو الجول فاضل. ولكن طبعا يعني الراجل بنص مليون حتة واحدة يعني زي ما تقول كده الايجو بتاعه او غروره ما يسمحلوش انه يحط حاجة سهلة زي دي فقرر يضيع يعني احتفاظا على غروره الداخلي. الخصم الذي بعده روبرتو مقضيها اعارات. الرجل قنوع حبتين. فرقته كلها اعارات ما عدا ديون. معرفش ايه الناس اللي بتعمل كده يعني بصراحه. ناس يعني عجب العجاب. حد يلعب باعاره يا جماعه لهوي. يلا يلا يلا. 1 قدام 2 بالعرض تحت. يا سلام. يس حرام. لا يا جماعه والله عيب يعني. يا رب. اوبا. حلوه حلوه حلوه. اسيست يعني عنب بصراحه. الاسيست مين؟ ميسي 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 ميسي. ده كنت هعمل بيه حاجه دلوقتي. حاجه مش هقدر اقولها يعني. انا اتحرج يعني فاهمني. 1 2 هوبا. يا رودريجو عمل باص صح. غريبه يا جماعه. روح يا راشفورد يا حبيبي عشان تصلح غلطتك اللي ما بتصلحش دي. ده راشفورد ده ماشي. طب الفاولات ايه يعني؟ بص معلش انا عايز اكلم الحكم. حرك مليتك ايه؟ حرك ايه؟ بوزيه بوزيه اللي هو يعني يعني محتاج اعرف الاله اللي حرك بتاع بوديه. ثانيه يا جماعه. ايوه اخيرا. حلو. دينا يا ابني واحده سي يا ابني كده حاسسنا ان احنا دفعنا اي حاجه. ماشي يا حبيبي. يا لهوي يا جدعان ايه الدفاع ده؟ معلش بقى عايزين مشاهد 5 جد كده. واحد الله واحد الله عشان بس عايزين نعمل هجمه. يلا. لا اله الا الله لا اله الا الله. اوعى حبيبي اوعى حبيبي. ايوه انا مكمل على الخط. شكرا. بس خلاص بلا روبرتو كارلوس بلا بتنج. هقطه ما هو بالدريبل الجديد. قطمت عملت الثرو باصه تحت واحده هي في باصه فوق في هي في مي بس وتقوم ضايع مننا الهجم. ماشي عملت انت باصه في معاك مساحه هتقوم عامل باصه لورا. ايوه هتموت وتباصي للواد اللي واقف لوحده. ايوه عشان ايه بالظبط؟ طول ما انا السيناريو بتاعي تمام انا اوكي. ايوه حبيبي كارلوس انتوا اتنين في البرازيل في بعض اكيد يعني ايه مظبطينها مع بعض. ايوه ربنا ياخدك يا راشفورد حبيبي. ربنا ياخدك يا بابا. بيلعب بنزاهه وشرف يا جماعه. الواد بيلعب بنزاهه وشرف. خسرنا عشان راشفورد ايه شغال يضيع في انفرادات. تاني ماتش على التوالي 3-2 ويجي حد يقول لك راشفورد احسن من ديمبلي. راشفورد بالظبط. اطلع بينا يا ابني على الماتش اللي بعده. دي ماريا وانسو فاتي. المفروض نكسب يعني. ده اللي احنا ايه متوقعينه مع بعض. ايه يا لهوي. طبعا دي باصه مقصوده جدا. يا رب. يا الله الرودريج الرودريج. حلوة دي. ميسي والهدف. حلوة قوي. لأن ميسي افتتح التسجيل ب1-0 لصالح البولتكساوي. عديني عديني عديني. اوه
غريبه دي، غريبه بصراحه. يعني حاسس ان انا يعني زي ما بتقول كده ايه، تخليت عن مبادئ الاخلاق بتاعتي في الهجمه دي، مش عارف. استنى ثواني. هو انتوا مدينه مساحه ليه كده يا جماعه؟ ايوه خش هاتوا كده على طول. يا واد يا تقيل، هات بقى حبيبي. طب ايه طيب يعني؟ انا مش فاهم ان يعني الاخلاق انعدمت في اف سي 24. بص راشفورد بيعمل ايه؟ شفت الهق كده بعد ما عمل حاجه برده مش لطيفه مع الحارس؟ ايه ده يا جدعان؟ اعتقد كده مسكوها ختام. الى هنا ينتهي حلقاتنا النهارده. قناه الفيديوهات الاثاره تحت في صندوق الوصف، سبسكرايب هنا وهناك، لان هنا عايزين نوصل 600 الف حضرتك. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام عليكم.